ملعب خليفي الزبير في عين مليلة يعد من بين أجمل الملاعب الجزائرية من حيث أرضية الميدان، وبعد سقوط الجمعية تكون الرابطة المحترفة الأولى في الجزائر قد خسرت أحد الملاعب التي تعد ممتازة للعب كرة القدم ويمكن مشاهدة الفرجة فيها. وبعد الضجة التي أثيرت حول أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، أردت أن أعرج على هذا الملعب والذي بقيت أرضيته صالحة إلى غاية نهاية الموسم بالرغم من لعب فيه حوالي 19 مباراة، عكس ملعب مصطفى تشاكر والذي شهد هذه السنة مبارتين كانتا في شهر جوان وتأثرت أرضية الميدان. إذن يمكن القول أن عملية الاعتناء بالعشب الطبيعي لا تتطلب تلك الإمكانيات الهائلة التي يتحدث عنها مسؤول الملاعب، وهذا حسب مشاهدتنا في ملعب عين مليلة. فبالرغم من ضعف الإمكانيات إلا أن الملعب في كل جولة كان يظهر بأبهى حلة من ناحية أرضية الميدان. إذن الملاعب المعشوشة طبيعيا تحتاج إلى عناية متواصلة ويومية من أجل المحافظة عليها وبإمكانيات بسيطة. أنا كمتابع للشأن الرياضي والملاعب الجزائرية كنت أتمنى بقاء فريق جمعية عين مليلة في الدرجة الأولى، وهذا بسبب الملعب الذي يمتلكه وهو معشوشة طبيعيا. ما نتمناه فقط أن يتم المحافظة على الملعب وتطويره بشكل أحسن، خاصة من ناحية المدرجات، بحيث يمكن إضافة مدرجين جديدين وتغطية كامل الملعب، ما يعطي جمالية أحسن لهكذا ملعب ويتم تطويره لما هو أحسن. هذا ما أردت أن أعرج عليه في هذا الفيديو عن ملعب عين مليلة والذي يعد من بين أجمل الملاعب الجزائرية من حيث أرضية الميدان. في الأخير إخواني، إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد، وسيكون لنا فيديوهات قريبا عن جل الملاعب التي يتم ترميمها أو إنشاؤها في الجزائر. إلى اللقاء.